النورمال ضربه في المساله
وتشد المكان. ان يطلع بعد كده يطلع شكله عامل ازاي؟ خط الوادي لمين؟ الوادي الوايد مش هينفع يعدي في النص ده. يعني انت هيطلع في الايام ما هي؟ يا فين الاكستريم بوينتس؟ ده اهي ودي ايه؟ صح ولا لا؟ هنسمي النقطة ايه؟ ودي نقطة ايه؟ احسب بقى الاستريس عند ايه؟ واسوي كام يا باشمهندسين؟ 1.2 من 10. واحسب بقى الاستريس عند دي واسوي كام؟ 1.2 من 10. فكروا ده كامل. نقطة ايه؟ ماينس ماينس. اوكي؟ ماينس ماينس يعني ايه؟ ماينس ان على ايه؟ ان كام؟ ب2 دي. على الاريا اللي هو الجهات 270. ماينس ان اكس ولا ان واي اللي هو 100 دي. على الاي واي اللي هو الجهات 50000. في الاكس، الاكس بتاعتك هي المسافة اللي هي. هتحطها. هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك ايه؟ اوكي؟ اخد اني دي فيهم زي ما قلنا المرة اللي فاتت. الصغيرة. هتطلع دي اللي هنختارها بتساوي 6.5. يبقى ده اكبر من اللي بيتحط على المسألة دي بحيث الاستريس ما يزيدش عن كام؟ عن 1.1. طب ده المطلوب الأولاني، إيه المطلوب التاني؟ بيقول لك فاين الدايمنشن بتاعت القاعدة A و B بحيث إن الاستريس على السويد تحت يبقى يونيفورم. تاني يقول لك هات لي قيمة الدايمنشن A و B بحيث إن الاستريس يبقى على القاعدة السويد يونيفورم وما يزيدش عن 4 طن على متر مربع. يعني الاف على السويل الاستريس تحت على القاعده خالص لا يزيد عن 4 طن على المتر المربع. ويبقى عايز كمان يبقى يونيفورم. ايه الكلام ده؟ يعني ايه ستريس يونيفورم؟ ايه الكيس من الكيس اللي احنا خدناها كلها بما الاستريس فيها يونيفورم؟ ايوه ها نورما بس صح ولا لا؟ يعني هو عايز يبقى الاستريس هنا بكام؟ نورمال بس يبقى المول بكام؟ زيرو. طب نمسح بقى المسألة كلها ونخلي فقط القعدة. احنا قلنا مش ده الرياكشن بتاعت الفريم صح ولا لا؟ المفروض هرجع كاسع على القعدة. يعني لو جاي هنا كان في 2 بي، اجي هنا في عندي 2 بي وعندي هنا كمان مين؟ بي. نعكس الرياكشن بتاع الفريم على القعده. البي طلع لنا بكام؟ 6.5. يعني دي اكيد عندك لود هنا 6.5 وعندك لود هنا كام يا باشمهندسين؟ 13. ادي القعده. هو عايز ايه؟ عايز شرطين. ايه هم الشرطين بتوعه؟ ان الاستريس يبقى يونيفورم وما يزيدش عن كام؟ 4. عن كام؟ 4 طن على متر مربع. طيب احنا قلنا لازم المومنت بكام يا باشمهندسين؟ بصفر. اول حاجه هعرف حاجه دي مش ده قطع الطب عباره عن كده؟ صح ولا لا؟ قطع الطب عباره عن ايه؟ شكله عرض كده، يعني شكلها كده، لقيت العرض بتاعها كده معلش دي واحده. طيب انت هنسمي المسافه دي يا باشمهندسين هنسميها ال، ده كل القعده، كل القعده مش عارفين. احنا عايزين نجيب الاي والبي هنسمي كل القعده ال. السي جي بتاعك هنا فين؟ كم المسافه دي؟ اللي على كل اللي على الدنيا بس انت اللاين صح ولا لا؟ يعني ايه اللي على الدنيا ودي اللي على الدنيا. طيب اول حاجه اللي هو عايزه يقول لك عايز الاستريس يبقى يونيفورم على الصوره. يونيفورم يعني مفيش الكيس بتاعتي غير مين؟ يعني المهم بكام؟ بصفر. يعني انا عارف ام 1 بحسبه واروح ايه مسوي كام يا باشمهندسين في الاخر؟ بصفر. حد عارف حسبنا الام 1؟ ها؟ لا زود شويه في الحسابات، ادفعها 1 ام 1 6.5 في 1 بتلف كده ماشي الكلام كده ودي ماينس 13 في كام؟ كام بقى المسافه؟ كام؟ نبي على 2 ال على 2 ناقص بي كام؟ ال على 2 دي ال على 2 صح ولا لا؟ او ايه ماينس كام؟ ال على 2 صح ولا لا؟ ايه؟ ماينس ال على 2
فيها نورمال فقط لا غير. القانون ده عباره عن الاستريس بيساوي ان على مين مش بتزيد على ايه؟ طيب الاستريس اللي هو 4 بيساوي ان على كام نورمال فقط؟ 13 زائد حاجه ثانيه المفروض نسيها زائد مين؟ وزن القعده بس الوزن بيوصل فين؟ في السيشن. اوكي؟ عدد ايه؟ كام؟ Shut up.
يقلب ايه؟ بسم الله بني موسى فيه رياكشن اخر مومن كده بطلع على الرياكشن ده وسيجما ولا بطلع على ثاني تعالوا نشوف ده يطلع ده 2.67 وده هنا 5.3 تعرف تسيجما بني موسى فيه شكله عامل ازاي؟ هنا بتعمل كتير هنا الضغط عن كذا ومره في الشد عن كذا. اسال سؤال عن القطاع دي ده هو لو عايز ارسم المومنت على الكروس سكشن
مساله كمان قليله كبيره. يلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هاتلي اكبر كلمه للجود بيبل، هاتلي اكبر كلمه للجود بيبل بحيث ان نوتن سايل ستريسز ما يحصلش اي اجهادات شد على اللي حطه على المسألة دي، بحيث ان القطاع اللي على الطرف ده ما يحصلش فيه اجهادات شد. يعني ايه مفيش اجهادات شد؟ يعني ايه مفيش اجهادات شد؟ يعني اللي هو عاملها ايه؟ كلها نار ضغط. معنى الاجهاد اللي هو ضغط يعني لا في مبدأ. لا 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 الاجهادات كلها ضغط يعني مفيش شد. طب وايه الفاصل من الشد والضغط؟ ايه؟ ثاني ايه؟ يعني انا عايز اسال سؤال، القاعده دي قال لك في اعضاء ثلاثه متر، يعني اعضاء القوه ثلاثه متر، يبقى الكروس سكشن بتاع مش الشد عامل ازاي؟ هيبقى عباره عن سته في كام؟ ثلاثه، دي ثلاثه متر ولا اعضاء ثلاثه متر؟ ودي سته متر، دي القاعده بتاعتي، ده محور مين؟ اكس، وده محور واي. طيب هو بيقول لك هات قيمه البي بحيث ان مفيش اجابات شد تبقى موجوده على القطاع، يعني القطاع كله واقف في منطقه ايه يا باشمهندس حسين؟ الضغط. ماشي الكلام كده؟ طب انا هسال سؤال، لو مثلا الحجم النيوترال اكسس هنا، الحجم النيوترال اكسس هنا، ده معناه ان القطاع عليه كام نوع من الاستريس؟ ها؟ اثنين. شد وضغط ليه؟ هو النيوترال اكسس ده منطقه بتفصل بين ايه؟ الشد والضغط. طب لو الحجم النيوترال اكسس ده هنا معناه القطاع كله عليه كام نوع من الاستريس؟ واحد، يا شد يا ايه؟ يا ضغط. طب النيوترال اكسس يعني هنا نوعين، هنا نوع. ايه الحد الفاصل اللي يبقى عندك القطاع يبقى عليه واحد من الاستريس؟ ان الحجم النيوترال اكسس فين؟ جاست ايه يا باشمهندس؟ بيمس القطاع. الاستريس هنا بكام؟ زيرو. يبقى دي الحالة اللي عندها يا باشمهندسين الاستريس على القطاع في كام نوع من الاستريس؟ واحد فقط لا غير. الاستريس عند النقطة دي صفر، والقيمة عندك بعد كده ايه؟ كبيرة. طيب تعالى بقى عايزين نعمل في الآخر هو المعنى اللي عايزين نفهمه. معنى إن الاستريس على القطاع نوع واحد إن النيوترال اكس ماله بيمس القطاع. أوكي؟ نعم. لو هنا نوع واحد طول ما هو الشد على الطرف. اوكي؟ الشد على القطاع. ليه ما فيش شد على الطرف؟ ليه ما فيش شد على الطرف؟ هو الطرف بتشيل ايه شد؟ لا طبعا. عرفت ان وانت قاعد على البحر كده بتصيف طول ما انت ماشي على الرمله لما تحط رجلك كده ايه اللي بيحصل؟ الارض بتشيل. انما انت لما تحب تشيل رجلك من على الارض يلا بتقول لك والنبي خليك معايا شويه ايه اللي بيحصل؟ ما انت تيجي تعمل شد يا بتشيل ده بشد اهو يعني طول ما بتطلع تقول لك لا خليك معانا لا ما بيحصلش. فالطول ما بتشيلش اي كرشة كل اللي بتشيله فقط ايه يا باشمهندسين؟ ضغط. طيب تعالى نتكلم سهله جدا المساله على فكره. ده السي جي بتاعك سيبك الكلام ده السي جي بتاعك فين السي جي بتاعك؟ اهو ادي محور اكس وادي محور واي. تيجي نحسب المومنت المساله دي فيها كام نوع من المومنتس؟ واحد فقط. اوكي؟ تعالى نحسب بقى النورمال بكام؟ النورمال الـ في زائد الـ في صح؟ في حاجة تانية؟ الـ في زائد الوزن يطلع فانكشن في مين يا باشمهندسين؟ في الوزن يطلع 67 زائد 2 زائد 2 ده النورمال. المهم الـ في كام؟ حد يسأل الـ في صح؟ في كام؟ 8 في بتلف كده زائد 2 في كام؟ الواي ام اكس
شايفين اخر مساله بيقول لك ايه بقى؟